لو الحكاية فيها إن فيدي. بالنسبة لتوقعات 2018 لبرج الأسد، الأسد عندهم عام 2018 أشوف أنه لازم نسميه عام الجدية والخشونة. مواليد الأسد هم اللي مولودين ما بين 23 يوليو و 21 أغسطس. وليه هو عام الجدية والخشونة؟ عشان في عام 2018 لازم مواليد الأسد يكونوا مستعدين جدا ان هم يعملوا بجدية وبخشونة، وانهم لازم يضعفوا جهودهم، لان في الحقيقة المشتري والمريخ معاكسين ليهم، يعني ممكن يعكسوهم كتير في بالذات في النواحي المهنية والعائلية. عشان كده لازم يكونوا مطلوب منهم زي ما قلت ان هم يبنوا على قيم حقيقية، قيمة الاجتهاد والاستقامة والإخلاص والمرونة. على الصعيد العاطفي، مواليد برج الأسد إذا كانوا متجوزين، وجود المريخ في مواجهتهم لمدة 6 شهور ابتداء من يوم 16 مايو يخليني لازم أنصح مواليد الأسد في الفترة دي إن هم ينتبهوا لعلاقتهم بشريك حياتهم، ويحاولوا ما يستسلموش للغضب ابتداء من 16 مايو لغاية 15 نوفمبر. في الفترة دي ممكن مواليد الأسد يكون عندهم إلحاح وعندهم عدم صبر، مطلوب منهم إن هم يهدوا أعصابهم تجنبا لتصعيد المشاكل. أما مواليد الأسد بقى الغير مرتبطين، فأنا أشوف إنه عندهم الحظ بيبدأ في الحب ابتداء من أول أغسطس لغاية آخر نوفمبر، والفلك في الفترة دي بيديهم سحر وجاذبية قصوى، ومن 8 نوفمبر كمان عندهم استعداد أكبر لإقامة علاقة مستقرة إن شاء الله. أما على الصعيد المهني والاجتماعي، فأنا أشوف إنه مواليد الأسد السنة دي هم مطالبين زي ما قلت في الأول، مطالبين إن هم يعملوا بخشونة وبجدية، مطلوب منهم جدا إن هم يعملوا باستقامة، يحافظوا على الاستقامة والإخلاص في شغلهم حفاظا على مكانتهم وتجنبا كمان للمكائد، لأن ممكن يكون في ناس بتتصيد ليهم الأخطاء، فلازم يحموا نفسهم بأن هم دايما يكونوا مستقيمين ومخلصين في شغلهم. الحاجة الكويسة اللي أقدر أقولها أنه ابتداء من 8 نوفمبر هتتحسن الأجواء المهنية جدا إن شاء الله مع مواليد الأسد، ويقدروا ساعتها ينهوا السنة بنجاح وبظروف أفضل كتير. وكل سنة وانتوا طيبين.